الشواطئ اتقفلت وشكلها كده ما فيهاش مصيف في الصيف ده. ده الكلام اللي بيتقال من امبارح بعد ما انتشر خبر قفل شواطئ بورسعيد، فلو كنت رايح تصيف اليومين دول شوف الفيديو للاخر. الدكتور منصور بكري سكرتير محافظ بورسعيد اصدر قرار بغلق شواطئ بورسعيد وبور فؤاد، واكد انه ممنوع نزول البحر لاي سبب كان، وطلب من المسؤولين قفل الشواطئ وانهم ياخدوا كل الاحتياطات وينشروا الخبر لكل الموجودين. وقبل ما الناس تفهم ليه او ايه اللي بيحصل بالظبط، يطلع قرار جديد وتحذير واضح بعدم نزول البحر وقفل الشواطئ في 4 مدن ساحليه، وهما مرسى مطروح وبورسعيد وجمصة وبلطيم. والسبب هو وجود حاله اضطراب في البحر، ده غير ارتفاع الامواج وزياده سرعه الرياح، وبالتالي اجراء غلق الشواطئ كان ضروري علشان سلامه المواطنين ولتجنب اي حوادث ممكن تحصل. ولكن القرار ده اتسبب في حاله قلق لبعض المواطنين واصحاب الشواطئ والفنادق، وده لان الفتره دي من السنه بيبقى في اقبال كبير على المصايف. ومع انتشار الخبر ده، اصحاب الفنادق والمنتجعات والكافيهات ابتدوا يقلقوا، لان ده موسم بالنسبه لهم وعندهم حجوزات 100%، فما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط. ولكن جه توضيح وهو كالتالي: ان غلق الشواطئ ملهوش اي علاقه بباقي الانشطه او الكافيهات، ولكن القرار ده بس متعلق بعدم نزول البحر، وده لحد ما الوضع يهدى. لكن لو عندك بيزنس ما تقلقش، ولو رايح تصيف روح وانبسط بباقي الانشطه هناك لحد ما البحر يهدى والشواطئ تتفتح. وخليني اقول لك كمان ان الموضوع مش متعلق بس بالشواطئ المصريه، ولكن عندك كمان ليبيا وتونس، هم كمان مهددين بخطر كبير في المدن الساحليه، وكل ده بسبب تسونامي، والموضوع شامل كل ما هو مرتبط بالبحر المتوسط. فخدوا حذركم واستنوا مننا كل جديد.